أدرس أدبي، فجمعت مجموع حلو وكنت حابة أكمل دراسة. أهلي كانوا ضد الفكرة اجتماعياً ومادياً بنفس الوقت. اجتماعياً ما عندهم بنات بتدرس، ومادياً هو شوي كان الموضوع صعب. فلحالي إنه بعد ما تزوجت قررت إنه اشتغل موضوع الدراسة والأميغرومي بنفس الوقت. أنا نفسيتي يعني تعبت كثير إنه أنا وقف الدراسة، أنا كثير بحب الدراسة، بس كمان إنه مادياً صعب شوي، لأنه هلأ يعني إيدي بإيد زوجي لحتى نطلع راس بالمصروف البيت للبنات. فقررت إنه بس ليكبروا شوي بيكون قل المصروف، يعني قل شوي صار فيني حط مصاري يعني للدراسة. ويعني حابة مشروع إنه الفنون، يعني لأنه مجالي، يعني هذا كان حلمي. أنا تعلمت هاي الشيء وراثة، فأكيد رح أعطيها للبنات هاي الوراثة، لأنه بتضل شيء متداول عنا بالعيلة. بحب إنه يتعلموا مثلي، وحتى من هلأ عندها ميول بنتي إنه تمسك السنارة بدها تشتغل معي. يعني بيبي شاك تو 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 بيبي شاك تو 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 بيبي شاك تو 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 مامي شاك تو 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 مامي